مرحبا شباب، معكم رامي من موسم كويت، واليوم بدي احكيكم عن التاكتيكال جير او العده اللي انتم بتحتاجوها اذا بدكم تصيروا ممبرز بموسم. طبعا الموضوع دائما ببلش بالاسلحه الام 16 الام 4 الكلاشن اتسترا اتسترا، بس طبعا هو ما بينتهي هنيك، في كثير اغراض او جير محتاجين انتم تستعملوه وتجيبوها قبل ما تقدروا تشاركوا بموسم. طبعا رح نحكي اول شغله عن السيفتي، السيفتي كثير موضوع مهم، وطبعا ما رح نحكي بكثير كثير تفاصيل لانه الوقت يعني قصير هون بالفيديو وما بدي زهقكم كثير، بس خلينا نحكي اول شيء عن الجوجلز. الجوجلز في عندنا كثير انواع مختلفه، في عندكم الاي اس اس جوجلز او في الريفيجن باليستيك جلاسز او في طبعا المش ماسكس. وبشكل كثير سريع هدول هن الماسكس، طبعا تفضلوا تعالوا عنا تجربوا شو الماسك او جوجل اكثر شيء بيناسبكم. هلا رح ننتقل على انذر ايتم. هون في عنا التاكتيكال هيلمتس اللي هن من اوبس جير، طبعا هدول الهيلمتس بيتمتعوا بخصائص كثير كبيره، من ضمنهم حمايه الراس اكيد بشكل عام، في عندكم نايت فيجن فاستنر قدام، وفي عندكم الفاست تريلز اللي فيكم تحطوا عليهم لايتس او ايفن كاميراز، وهذا الموضوع بنتطرق عليه بشكل مفصل اكثر. بس هلا خلينا نحكي عن السيفتي قبل. وطبعا مع الهلمت محتاجين نلبس ماسك مثل هيدا السواد تايب بكلاوة، and then we can put the helmet on، وبهالشكل هيدا نحمي راسنا من اي ضربات او اي وقعات. في طبعا ماسكس different styles، skulls، ghost اللي بدكم اياه. وهلا رح ننتقل على الايتم اللي بعده. اوكي، فمثل ما شايفين هلا حاطط البرايمري ويبن تبعي، باي ذا واي ذس از ذا 40 mm GLM grenade launcher، رح نحكي فيه بريفيو ثاني عن قريب. ولابس البليت كاريرز تبعوني مع التاكتيكال باوتشز محل ما بنحط المخازن للام 4 او الاي كي او اللي بدكم اياه، بالاضافه ل very easy access to my primary weapon اللي هي البستل. This is a 1911 Kimber. كثير مهم انه كل شيء عم تستعملوه يكون within arm's reach، ما تحطوا شيء ورا او بعيد عنكم هيك لانه رح تتلبكوا فيه، ما رح تقدروا تستعملوه بالسيناريو. شغله كثير مهمه انه انتم لما تختاروا الفست تختاروا شيء انتم بترتاحوا فيه وشيء تاكتيكلي بيشتغل لصالحكم انتم او للادفانتج تبعكم. خليكم متابعينا، تعالوا عنا على ميلسون كويت بالشعب بارك، شوفوا الريتيل ستور تبعنا، شو التاكتيكال جير اللي موجود عنا، وكمان اوف كورس ذا مارك او ذا جنز او ذا ايرسوفت جنز، وشوفوا شو السيفتي جير اللي بيناسبكم اكثر شيء. تابعونا على milsim.com.kw، على فيسبوك شانل، على يوتيوب شانل، على التويتر اكونت تبعنا، وخليكم ان تاتش ومروا لعنا وهاف فن، بس هاف سيف فن. Keep your goggles on, your tactical gear and safety gear on, and we'll see you soon.